أحبائنا المشاهدين في كل مكان أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج أنت تسأل والإنجيل يجيب ما زلنا نواصل الحديث عن بركات الإيمان وأحب أرحب في الأول برجل الله دكتور حليم حسب الله أهلا وسهلا بك يا أهلا بك في الحلقات السابقة تناولنا بركات التبرير وقلنا أن بركة التبرير هي السلام مع الله وبركة التبرير الدخول في دائرة الرضا الإلهي وحضرتك عندنا أشواق نكمل الحديث الجميل وإحنا نتناول من رسالة روميا أصحاح خمسة تفضل حضرتك هنقرأ برضو تاني وهنستنتج بقية البركات مع بعض من الأصحاح الخامس من رسالة بولس الرسول إلى المؤمنين في مدينة روميا بعد ما يقول فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح نعم. الذي به أيضا قد صار لنا نعم الدخول. الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة التي نحن مقيمون التي في نحن فيها مقيمون نعم. نعم. وأعتقد كده إحنا ذكرنا من خلال هذه الكلمات بركتين بركة السلام مع الله وبركة دائرة الرضا أو دخول دائرة الرضا الإلهي نعم تيجي البركه رقم ثلاثه في نفس العدد الثاني ونفتخر على رجاء مجد الله. الافتخار بمجد الله. ولاحظ كلمه نفتخر نعم تيجي في الاعداد من واحد لغايه عدد 12 ثلاث مرات. جميل. المره الاولى في الجزء ال او العباره اللي قريتها نفتخر على رجاء مجد الله. المرة الثانية اللي بعدها نفتخر ايضا في الضيقات. مم. تيجي المرة الاخيرة في العدد 12 تقريبا نفتخر بالله. يبقى نفتخر على رجاء مجد الله. نفتخر بالضيقات. نخت... نفتخر في الضيقات. نعم. نفتخر بالله آه. نفسه مانح العطايا والهبات واللي بررنا من خلال المسيح يسوع. طيب. شيء رائع. يعني جميع. واحد بيفتخر راسه مرفوعة دائما. مم. نفتخر افتخار نفتخر على رجاء مجد الله والحقيقه عباره مجد الله نعم. لأن عباره جميله بس محتاجين برضو نفكها شويه مجد الله الـ 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 انت عارف لما بنقول يا رب لك المجد يعني ايه مم. المجد العظمة. العزه والاكرام والعظمه تمام, تمام. العظمه والعزه والاكرام دعم. والجلال فاحنا بنفتخر بعظمه الله بنفتخر فيك. بجلال الله بنفتخر بمجد الله روعه الله اللي مم. عمل بين هذا الشيء خد بالك الخطيه ما خلتناش نفتخر بالله الخطيه خلتنا نهرب من الله الشرير يهرب ولا, ولا طارق ما فيش حد فينا يقدر يرفع راسه ويقول نفتخر بعظمه الله بمجد الله لا ولا نفتخر بالله لما احنا خايفين منه ولا كنا نعرف يعني افتخار اصلا هنفتخر بيه ما عندناش حاجه نفتخر بيها <applause> لكن بعد ها. ان ارجعني الرب اليه نعم. وبعد ما ربطتني علاقه شخصيه به بررني صار لي سلام صرت مقبول امام الله نعم. دخلت دائره الرضا الالهي كل العز والمجد في المستقبل لي ده يخلينا ارفع راسي وافتخر على رجاء مجد الله على حس واحد يقول لك افتخر على حس فلان ده يا اخي رفع راسي وانا الحياة بفتخر على رجاء مجد الله المجد شيء عظيم ايوه شيء عظيم انت تعرف الرب يسوع صاحب الامجاد العظيمه قبل ما يروح للصليب قال للاب ايه؟ قال له مجدني عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عند قبل كون العالم في اخر الاصحاح ده اصحاح 17 في انجيل يوحنا بيقول عن الناس اللي تبرروا دول اعطيتهم المجد الذي اعطيتني. المجد الاكتسابي اللي اخذه الرب يسوع نتيجه مم. كمال عمل الصليب اللي به نحن تبررنا ده. وصار لنا حق الاقتراب من الله والدخول الى الاقداس حيث يوجد المسيح رئيس الكهنه ذات المجد ده قد اعطي لنا. عشان كده اقول له اعطيتهم المجد الذي أعطيتني لاحظ في حاجة مهمة هنا لازم أعلق عليها إيه هي النعمة لا تعطي أقل من المجد بالمناسبة يعني وبالتالي إحنا نفتخر بما هو يقيني لا شك فيه كمان. إحنا بنفتخر بحاجة يقينية مش مجرد كلام إحنا بنقوله وبعدين الله ما أعطاناش بركات م. لكن الله اعطانا شخص من خلاله قد صارت لنا البركات. هؤلاء تاني. حته جميله جدا يعني انا تاني. انا ما بتعاملش مع البركات لكن بتعامل أ... مع الشخص الله نفسه. الله ما ادانيش بركات. نعم. لكن الله اداني شخص من خلاله لي كل البركات. كل البركات. وابونا باركنا بكل بركه. لا ما هلاحظ مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي بارك. باركنا بكل بركه روحيه في السماويات في, في المسيح, المسيح. يبقى اذا نوصل لها يبقى اذا اداني شخص الشخص ده هو القناه نعم. اللي تجري منه كل البركات ليا شيل الشخص ما فيش القناه نعم. ما فيش بركات هتوصل عشان كده انا قلتها بطريقه تانية الله لم يعطنا بركات لكن اعطانا شخص من خلاله قد صارت لنا كل البركات اقولها بطريقه تانية يقول لك الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لاجلنا اجمعين كيف لا يهابنا معه ايضا كل, كل شيء نعم. لاحظوا الاولى لم يشفق على ابنه نعم. او لم يمسك ابنه عنه نعم. عطيه العطايا اروع واعظم العطايا الابن نعم. الوحيد مسره ولذه قلب الله نعم. اداه لنا كونه ادنا هذا العطيه العظمى التي لا يعبر عنها فمعه معه كله على البيعه أيوة. يبقى إذن البركات هي نابعة من أروع العطايا المسيح يسوع فهو أعطانا شخص ومن خلال الشخص قد صارت لنا كل البركات المجد قد أصبح لنا وكل عطايا الله قد صارت لنا هرجع تاني أنا بس عايز أنا أنوه على حاجة قبل ما نستكمل أخوات المشاهدين في كل مكان لو حضرتك أنت بتدور على البركة ومش أن فيش بركة في حياتك فانت تدور وابحث عن الشخص اللي من خلاله اتت كل البركات شخص الرب يسوع المسيح حصلنا على كل البركات من شخص المسيح انا السؤال اللي بسيبه لحضرتك واحنا هنستكمل دلوقتي هل انت ليك علاقه شخصيه مع هذا الشخص هل انت ليك اختبار شخصي تعال واحتمي وستستمتع بكل البركات التي لنا من خلال شخص المسيح اتفضل يا إيه دكتور عشان كده هرجع مرة ثاني وأقول نعم أن الرب يسوع بيقول في يوحنا 17 أنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني مجد الاكتسابي نعم تمام. عشان كده الرسول بولس يقول بالروح القدس في روميا صحة 8 عدد 29 تمام. يقول الذين بررهم فهؤلاء مجدهم, مجدهم. أيضا نعم. يبقى اتبررنا لذلك تمجدنا فأصبح من حقنا نفتخر على رجاء مجد الله شاول الطرسوسي مم. رأى مجد الرب يتكلم عن هذا المجد العظيم وهو في طريقه إلى الشام يقول ده. أبرق حوله بغتة نور عظيم مم. وبعد كده يقول رأى مجد مجد الله يعني شاف المجد المجد ده ما خلاهوش قدر يحتمل ولا يقدر ينظر استفانوس نفسه يعني استفانوس يقول ايه يقول ان راى مجد الله ويسوع قائم عن يمين الله الرب يسوع دخل كسابق لنا الى هذا المجد دا. وكونه دخل كسابق لاجلنا يبقى بالتالي الطريق اصبح مفتوح لينا يعني. نحو المجد وحتما هيجي اليوم قريب وهندخل للمجد هللويا <applause> يا عشان كده نفتخر على رجاء مجد, مجد, الله, الله. وده بركه من بركات التبرير شكرا جدا يا دكتور حليم اخواتي المشاهدين في كل مكان الرب يشجعك ان تختبر التبرير لكي تتمجد عندما تختبر التبرير الذي بررهم هكذا مجدهم وفي يوم من الايام سنذهب الى المجد ونتقابل مع هذا الشخص الذي احبنا وجها لوجه الى ان نلتقي في حلقه قادمه وبرنامج انت تسال والانجيل يجيب لك سلام الرب ولك نعمته